حسن رايح فين؟ مسافر دلوقت. ايه دلوق؟ هو حر. واه ومالك متعصب ليه؟ مش متعصب. طب عاوزك في حاجة. قولي. انا عرفت ان امك حجزت لشمس عند دكتور كبير جو عشان موضوع الخلفة. كنت بقول يعني نروح له. لا لا ليه؟ عشان مش عايز اخلف منك. اسمعي يا نادية، من النهاردة قعدك في البيت ده عشان تاكلي وتشربي بس. اللي كان ليك عندي خلص. يا سلام يا سلام. ايه كلمة تانية وهطلقك. اسمعي، انت عارفة ليه لسه عزمتي؟ عشان خاطر ابوكي بس. ومين قال لك ان انا عايزة اعيش معاك؟ طالما ما طيبنيش طلقني. ما تخافش، انا لا هزعل ولا اتضايق ولا انا من الحريم اللي هتقولها عيشة والسلام احسن من الطلاق وكلام الناس. انا عاجل كان فين؟ عاجل كان فين؟ ده انا كنت اغبى الناس لما اتجوزتك. استنى هنا كلمني زي ما بكلمك. عندك ايه اهم مني؟ مفيش حاجة اهم منك. مفيش. ما انا قلت لك من الاول دي مش مرة ولا كلمة. قولي لي الاول، هو ليه قال لك كده؟ عملتي ايه؟ يما لا، ما هي لازم أن تعرف تمنها كام في سوق الحريم. خلاص عشان خاطري. يا تسكت يا تهملني معاها وتطلع. لا يهملك ولا تهمليه، ولا انا قاعده هنا اصلا. الا انت فاكره انك هتطلع من هنا؟ شوف يا حبيبتي، اللي تتجوز ولدي هتفضل مرته لحد ما تموت فيش راجل بعده. يلا حبيبي روح شوف شغلك. ومين قال لك اني هقعد لك في البيت ده؟ ومين قال لك انك هتشوف الشارع تاني؟ يما يما خلاص انا هطلقها وكل واحد يروح لحاله. وماله؟ يا ريت، بس انت كمان هتطلع وراها ولا هشوفك لحد ما اموت. يما اسكت يا مروان، انت ما تعرفش اللي انا عارفاه. اوعى سيبني سيبني. ما تعليش حسك على ولدي، انت فاهمه؟ اوعى يا ولدي. يما الله عليكي وعلى اللي خلفوكي. يما يما انا اللي غلطان، انا اللي غلطان. صح انت غلطان عشان اتجوزتها، بس انا كمان في قلبي نار مش هتبرد الا ما رب البت دي. روح على المكتب، روح على المكتب. تعالي هنا. اوعي. الله يرى على فين انت. ما عاد يدك يا عمي. اسكتي. اوعي ولي سميح. فينك هنا؟ انت فاهمه ولا لا؟ ايه؟ اسكتي ما اسمعش صوتك. عملت ايه بنت الهرمه دي؟ انا بنت الهرمه يا عقربه. نهار ابوك مجندل. بتشتميني يا جزمه؟ بتشتميني؟ ربنا ينتقم منكم يا بعضة. ربنا يحرقكم يا شباب. امشي يا بت، امشي يا بت. شجبيني فوتي روحي. لا ميه ولا وكل ولا حد يعرف انها هنا اصلا. ايوه ما حاضر يما. مروان تعال لي عايزاك. يلا حبيبي روح نام وارتاح، موضوع خلص. يما اللي بتعمليه ده كان لازم اعمله من زمان عشان تتربى البت دي. كان لازم تبوس ايدها يوش وظهر عشان انت اتجوزتها ودخلتها البيت. يما خلاص مش عايزها، هطلقها. اللي تتجوز ولدي تفضل مرته لحد ما تدفن. يلا روح انت. نادية نادية وتعب روحك ليه؟ ما كنت تسيبني لحد ما اموت، يمكن امك ترتاح. بس وعزة جلال الله اللي حصل ده ما هيعدي، وانا اللي هاخد طاري بيدي. يا ابن امك انتم يا نسوان، انت اللي فاكره نفسك ملك الناس وانت تتحكمي فيهم. وحياه اللي جابك محاسيبك، لا انت ولا العانس اللي مش لاقيه حد يعبرها ولا ليها سعر. اكفي لي خشمك. يلا
ضربوك. هروح هروح يا اخوي، وانت فاكرني هقعد لك هنا دقيقه واحده؟ انا بس عاوزاهم يعرفوا ان انا مش هسيبهم. مش هتسيبي مين يا بنت؟ ده لولا مروان حب على يدي كنت سبتك جوه لحد ما تفطسي. ليه؟ فاكره اني حرفيه؟ طب لعلمك ما حدش هيربيكي في البلد دي كلها غير انا. ناديه انت طالق. وانت فاكرني طالعه من جنة يا خي؟ في داهيه ولا يهمك، هجوزك ست ستها وتملا لك البيت صبيان. خلاص يا خلاص، مش طلقتها؟ مش انت كنت عايزه كده؟ والبيت ده تهد فوق نفوخي وجيت انا المسخر. مش انت يما؟ مش انت اللي قللت من قيمتي قدامها؟ عايزه ايه تاني؟ عايزه ايه يما؟ قولي وانا هعمله. تعلي حسك قدامي؟ حقك علي، ما عنديش حسي، بس لازم تعرفي الكيد اللي جواكو هيخرب البيت وهيخلينا ناكله في بعض. انا بكيد لها دي اخرتها؟ يما انا مخنوق مخنوق. بس تربطني زي البهيمة في الزريبة عشان ابقى اقول لك ان دول ناس دون، ما تبقاش تقول لي لا. طب ومروان؟ مروان؟ مروان واقف يتفرج ما عملش اي حاجة، وفي الاخر رمى عليا يمين الطلاق. ايه؟ يعني طلقك؟ ايوه، كله من الحياه اللي اسمها جبريه. انت فاكر ان في حد له كلمه في البيت؟ ولا حد يقدر يقول اه ولا لا؟ هي اللي ماسكه كل حاجه، هي اللي راكبه ومدلله رجليها. بس انا بقول لك اهو يا ابوي، انا مش راجعه البيت ده تاني لما السما تطبق على الارض. ومين قال لك انك هترجع البيت ده؟ وحقي يجيني ذهبي وعفشي ومؤخري، يجيني لحد عندي، وهي لازم تتربى ويتعمل فيها زي ما اتعمل فيا، وهو لازم يعرف ان الله حق، وعبد الحكيم اللي ماشي في البلد وعامل فيها سبع الرجال، لازم البلد كلها تعرف ان مرته هي اللي ممشياه، هي اللي بتقول له شمال ويمين. اخص على الرجال اخص. على فين؟ اروح لهم. طب انا جايه معاه. لا، انت تقعدي هنا، ولو السما اتطبقت على الارض ما تدخلوش بره البيت واصل. هتعمل ايه؟ مالكش صالح انا اعمل ايه؟ انت فاهمه ولا لا؟ اوعي. ايه اللي هيجي لك رصاصه في قلبك يا بعيده؟ والله لا تحزم وارقص في الشارع ولا يهمني ايتها حاجه. هي اللي غلطان. سيبك من الغلط والصح. ما ينفعش تقول ديه غلطانه وديه مش غلطانه. ده شغل حريم. هتحط نفسك في توهه ومش هتخلص. يا حاج، امي ما كانش لازم تعمل كده. وبصراحه الحكايه بقت مسخه. وانت كمان ما كانش لازم تطلقها. الطلاق مش عشان اللي حصل. انا تعبت وقرفت يا حج، مليت من كلامها وطولة لسانها، من نكدها اللي في البيت على طول. هي اللي وصلتني للطلاق. أنا ما عدتش قادر أتحمل. يعني أنت مش عايزة تاني؟ مش عايز ترجعها؟ يا مين دي مش هترجع يا عبد الحكيم؟ السلام. تعال يا أخوي أقعد أقعد. هي اللي حصل ده مش أصول. أنا لو مديها الكلب في الشارع ما كانش حصل اللي حصل ده. وليه الغلط بس يا عبد السلام؟ الغلط راكبك أنت وولدك ومرتك. اللي حصل ده كبير قوي ومش هيعدي. طب اهدى
قدر نروح المكتب ونتكلم. حظ الله بيني وبين اي مكان انت فيه من النهارده. بقى انا اديكوا بنت عشان تصنوها تقوموا تبهدلوها؟ هي اللي غلطانه. تيجي تقول لي وانا اقطع رقباتها. انما اللي عملته جبريه دي لا عاشت ولا كانت. بالراحه عبد السلام، بالراحه علينا شويه. ايه زعلت اياك اما جبت سيره الهانم اللي طايحه في الحريم اللي في البيت كله؟ ايه اللي ماليه دماغك يا عبد الحكيم اللي ماشياك وراها؟ انت كده بتكبر الموضوع والحكايه مش هتخلص. لا خلصت خلاص يا عبد الحكيم، وحق بيتك انا هاخده، واللي حصل ده مش هيعدي، واللي عملته جبريه هيتعمل فيها. شوف يا عبد السلام، أعلم في خيلك اركبه. يبقى اركبك أنت يا عبد الحكيم. أنا غلطان، اتكلمت مع واحد زيك. طب إيه رأيك بقى إن أنا مش هسكت على حق البنت، فهمني؟ وجبرية دي أنا أخلي اللي ما يشتري يتفرج عليه. إيه خلاص خلصنا. أنت تسكت سكت خلاص، مش عايز أسمع حزن. أسكت كيف؟ أنت تسوى إيه في سوق الرجال أنت؟ أنت مش عارف أي حاجة. أوعى تقول لي أي حاجة غلط أنت. لما تخلي يا أمك تحبس مرتك وتعدمها العافية كنت فين أنت؟ كنت فين؟ يلا يا مروان. أصلها مرة ناقصة ومش رايا اللي يلمها. صدق أنت عايز قطع لسانك. خلاص يا أبوي، خلاص خلاص يا أبوي. يلا يا ولدي. كف بكف، بس الكف اللي هديهولك يا عبد الحكيم مش هتقوم منه وصل.